والله يعني كان الفكر اني انا يوم دشيتنا في مجال انك تعرض فكرك وتعرض اقتراحاتك وتعرض برنامجك ويكون الافضل راح يتبع، ولكن تفاجأت ان هذه اخر اهتمامات معظم الانديه. معظم الانديه ما يمشون على هذا الفكر، يمشون على العلاقات ويمشون على خلينا نقول المصالح البينيه، وهذا اللي صدمني للواقع. ولكن هذه المشكله اللي يعني نعاني منها، انت لابد انك تعطيني مجال وتشوف وجهه نظري وتعطيني مجال شنو انا بقدم، وذيك الساعة ممكن انك تحكم من الافضل اذا كان انت تفكر بالافضليه كأندية. انا اتكلم، هل حضرتك نويت الدخول بشكل فردي ام هناك تنسيق مع الجمعيه العموميه؟ حاولت التنسيق مع الجمعيه العموميه، وطبعا رؤساء معظم الانديه، ولكن ما يحبون يسمعون، معظمهم مو الكل، معظمهم ما يحبون يسمعون. هي اتفاقيات، يعني في فرق بين انتخاب وفي فرق بين اتفاق، فهم اتفاق، هم لهم الحق، هذا ما نقدر احنا نقول لا، لكن المفروض يصير انتخابات حقيقيه. هي ما كانت انتخابات حقيقيه، هي اتفاقيات، وهذا اللي يعني طلعني من موجه التنافس الحقيقي. هل شايف ان ده ضد او مخالف او الديمقراطيه او تكافؤ الفرص بين المرشحين؟ هذا واقع، يعني اذا قلنا غير كذي واقع. في فرق بين انتخابات وفي فرق بين اتفاق. اتفاق شيء والانتخابات شيء. انتخابات تعطيني مجال اني انا اعطيك برنامجي واعطيك افكاري وانت بعدين تحكم، لكن ما عندنا للاسف عمليه الانتخابيه الحقيقيه، عندنا اتفاقيات، وهذا اللي بدا معاي من اول ما اعلنت. فحاولت التواصل مع معظم الانديه، وكان الاجابه ان احنا اتفقنا قبل لا يسمعون حتى طرحك.